انطلقت فعاليات مهرجان صيف دبي 17. المهرجان يسلط الضوء على فعاليات الصيف في المدينة مع سكان دول الخليج وغيرهم من السياح يأتون إلى المدينة ويبحثون عن تخفيضات في أكثر من 6000 من المحلات التي تشارك في هذا الحدث السنوي. المهرجان استقطب هذا العام أعداداً كبيرة من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من السياح العرب والأجانب، وكان من أبرز مفاجآت صيف دبي لهذا العام مجموعة متنوعة من العروض الفنية والحفلات الغنائية والرياضية وفعاليات الأطفال الترفيهية مثل حرب الوسائد وعالم مدهش وعدد كبير من الفعاليات الثقافية والفنية.